اكلمكم فيه مستوحى من رسائل كانت بيني وبين شاب من الشبان الجمال. بعت لي من فترة طويلة وقال لي ان هو محبط ويائس وعنده اكتئاب وحاسس بالغربة ومش عارف يعمل ايه، وحاسس ان حياته بتضيع من غير ما يحقق حاجة، وعايز يعمل حاجة بس مش عارف يبتدي منين وكل الكلام ده. فابتديت اتكلم معاه وخدناها واحدة واحدة كده، وحطيت خطة معاه شوية شوية ازاي ان هو يخرج من الحالة اللي هو فيها دي. فمن كام يوم بعت لي وقال لي ان نتيجته طلعت وان هو نجح وان هو مبسوط كده، فاضل له سنة واحدة بس في الجامعة، وشكرني طبعا على النصايح والكلام الكويس اللي كان بيني وبينه. وده خلاني قلت زي ما الشاب ده كان محتاج الكلام بتاعي، يمكن كلامي ينفع ناس تانية. تعمل ايه لو انت حاسس بالاحباط، حاسس باليأس، حاسس ان كل حاجة وحشة وملخبطة حواليك، حاسس ان انت يعني الكلمات اللي هو استخدمها ان انا غريب، حاسس بالغربة، انا غريب وسط بابايا ومامتي وعيلتي واخواتي والناس والبلد والكلام ده كله. فانا هقول لكم على اللي انا قلته له، ومن تجربة هذا الشاب اعتقد ان الكلام ده ممكن يكون مفيد جدا جدا، وممكن يساعدنا على ان احنا نخرج من حالة الاحباط اللي احيانا بنكون فيها. هم 6 نقاط او 6 خطوات، مش لازم تعملوهم كلهم مرة واحدة، ولكن واحدة واحدة، ومش لازم يتعملوا بالترتيب ده. يعني لو اتعملوا بالترتيب ده يبقى احسن واحسن. اول نقطة او اي او اول خطوة هو ان احنا نتفاعل مع البيئة اللي حوالينا. ربنا سبحانه وتعالى من يوم ما خلق البني آدمين في الأرض، البيئة اللي حوالينا جزء مهم جدا 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 من حياتنا، وتفاعلنا مع البيئة اللي حوالينا هي اللي ساعدت البشر انهم يطوروا اكتر واكتر. لان كل مرة بيدوروا على الاحسن وبيدوروا على طريقة انهم يأقلموا البيئة دي وانها تكون اكثر راحة اكثر ملائمة. البيئة اللي انا بتكلم عليها هنا هي البيئة اللي حواليك فعلا، بيتك، اوضتك، الشارع بتاعك، العربية بتاعتك لو انت محظوظ وعندك عربية. عارفين فيلم ليميتلس؟ هحط لينك له في الديسكريبشن بوكس للي منكم ما شافوش. في فيلم ليميتلس البطل حياته بائسة وضيعة ومش عارف يعمل ايه، بيقابل شخص تاجر مخدرات بيقوله على اختراع جديد وحباية جديدة لما تاخدها تشوف الدنيا اوضح. يعني لما وصف فعل هذه الحباية قال له بتشوف الدنيا اوضح، فبياخدها وفجأة الدنيا بتتغير حواليه، ادراكه بالعالم اللي حواليه بيتغير، وبيرجع بيته بيقول ايه القرف اللي انا عايش فيه ده. طبعا في حقيقة الامر احنا مش محتاجين حباية تعمل فينا الكلام ده، لان كده هنبقى، لانه حتى في الفيلم دخل في مرحلة الادمان والفيلم اتطور تطورات مش كويسة. ولكن ان لما عشان نشوف الدنيا اوضح حوالينا لازم نرتبها، نرتب البيئة اللي حوالينا ترتيب صح. وده بيأكد عليه عالم نفساني دكتور جوردن بيترسون، من الناس اللي انا بحبها وبسمع لها وبقرا لها. ما عملش غير هما 2 كتاب بس، لكن الميزة في العالم النفساني ده ان هو حط كل المحاضرات بتاعته موجودة على اليوتيوب. بيتكلم ان اول خطوة عشان تنجح clean your room، رتب اوضتك، نظف اوضتك. طبعا الكلام لبعض الناس، يا عم ايه الهبل اللي هي بتقوله ده، نظف اوضتك ايه ومش عارف ايه وايه الكلام الهبل ده. لا، الكلام ده له اساس علمي وله ابحاث وتجارب بتؤكده، والاساس العلمي ده جاي من النيورو ساينس.
العلوم العصبية، ازاي مخنا بيشتغل، ازاي تفكيرنا وادراكنا وعقلنا بيشتغل. لما تكون البيئة اللي حواليك مكركبة، لما تكون البيئة اللي حواليك مش نظيفة، بيدي رسائل لمخك، ومخك بيبتدي وعقلك بيبتدي يتعامل مع الرسائل دي، عارفين لكل فعل رد فعل. وده بيأكده برضو كان أدميرال، عامل كتاب برضو اسمه Make Your Bed، رتب سريرك، وبيتكلم على الأعمال الصغيرة اللي بنعملها على مدار اليوم اللي بتتحول لعادات يومية، وازاي ان ابسط حاجة هو اتعلمها في النيفي في البحرية هو ان هو لازم يعمل السرير بتاعه، يرتب السرير بتاعه كل يوم الصبح ترتيب ما حصلش. فمن ضمن الحاجات اللي قريتها في الكتاب بيقولك ان هو بيبتدي يومه حاسس بالانجاز. مخنا بيتعامل مع الانجاز الصغير زي ما بيتعامل مع الانجاز الكبير. لما بنشعر بالإنجاز جسمنا بيتفاعل وينتج هرمونات السعادة، ونحس كده ان احنا مبسوطين بنفسنا وباللي احنا حققناه وباللي احنا انجزناه. شوف نفسك كده لما بتلعب جيم من الجيمز وتحقق سكور وتغلب والارقام بتاعتك تعلى وتزيد والكلام ده، احساسك بالإنجاز بيبقى شكله ايه؟ فشوف البيئة اللي حواليك وحسنها وتفاعل معاها، نظفها ظبطها. يمكن تفكر في لحظة كده ايه أهمية ان انا اظبط السرير بتاعي، ولا ان انا اكنس الارض في الأوضة بتاعتي، ولا ان انا البس لبس حلو، ولا الكلام ده كله، ولا احلق شعري، ولا اظبط دقني، ولا الحاجات دي. لكن هتلاقي ان الافعال الصغيرة دي ليها تأثير كبير قوي 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 على نفسيتك وعلى إدراكك للأمور من حواليك. فجأة عينك هتتمرن إنها تشوف الحاجة اللي عايزة تتصلح، وإيدك تتمرن إنها تصلح هذا الشيء. فابتدي بإن أنت تفاعل مع البيئة اللي حواليك وظبطها وحسنها ورتبها، وابتدي بأدي حاجة تقدر تعملها. ان شاء الله تبتدي بمكتبك، بكورنر صغير في الأوضة، بدولابك، بأي حاجة صغيرة تبتدي بيها، وكل يوم تبني عليها واحدة واحدة واحدة. ده يدخلني مع على النقطة التانية، زي ما تفاعلنا مع البيئة اللي حوالينا مفروض ان احنا نتفاعل مع الناس اللي حوالينا. عارفة ان انت قرفان من باباك، بابا مش فاهمني، بابا جاي من العصر الحجري، بابا كل ما يشوف خلقتي يقول لي انت كذا انت كذا انت كذا. في نفس الوقت ماما مرة تبقى حنينة قوي قوي عليا وتديني اللي انا عايزه وتغدق عليا، ومرة تقول انت سبب نكبتي وكستي وزعلي وانت سبب مشاكلي، ومرة تقول انا ماليش غيرك ومش عارف ايه وايه وايه والكلام ده. رسائل متضاربة، الجيران مقرفين ومزعجين وحالتهم حالة، الدكاترة في الجامعة منيلين بستين نيلة وفيهم اللي فيهم، زمايلي مش عارف ايه 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 ايه. ابتدي بص للناس دي بشكل تاني. مش هقولك حبهم، مش هقولك فجأة انت كنت شايفهم شياطين شوفهم ملايكة، لا، ولكن فكر كده بعمق شوية في بابا ده اللي قارفني في الطلعة والنزلة يقول لي معرفش ايه واعمل ايه وسوي ايه، انا مش عايز منه حاجة غير انه يديني فلوس ويسيبني في حالي. فكر كده فيه، فكر في شغله، فكر في النجاحات اللي عملها. ملوش نجاحات؟ طب فكر بقى في الفشل بتاعه، وفكر ازاي ما تبقاش نسخة منه. مش انت بتقول انا مش عايز ابقى زي بابايا، لا انا عايش في جلابيت ابويا والكلام ده كله. طب فكر ايه اللي انا ممكن اعمله ما يخلينيش ابقى زيه؟ طيب لا اصل هو مش فاهمني، اصله مش فاهم يتكلم معايا ازاي. طب سؤال بقى، هل انت فاهمه؟
هل انت عارف تتعامل معاه ازاي؟ اشك. زي ما هو انت بتقول ان هو مش فاهمك، انت كمان مش فاهمه. هو مش فاهمك لانه من جيل تاني، او ربما يبدو ليك انه مش فاهمك لانه عدى المرحلة اللي انت فيها، ويمكن يشوف المساوئ اللي ممكن تعود عليك، الاضرار اللي ممكن تعود عليك من الحياة اللي انت عايشها. غير شوية، مش هقولك كتير، غير شوية من الكلام اللي بتتكلم معاه فيه. اسأله اسئلة خليه يحكي لك من حياته. لو كنت اتعلمت حاجة، افرض انك قريت حاجة، كلكم بتتفرجوا على اليوتيوب ومش عارف ايه، وفي فيديوهات بتخاطب الشباب بتلخص لكم الكتب العالمية دلوقتي، انت مش محتاج تقرا حاجة، تبص تلاقي واحد عامل على اليوتيوب وعنده الاف المشاهدة ملخص كتاب في 10 دقايق والكلام ده. طب ما فكرتش ليه تقول له انت عارف ان في كتاب كذا 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 بيوصف كذا 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 ويقول كذا كذا كذا؟ إيه لو وصلت المعلومة، زي مثلا انت بتدرس حاجة في الجامعة بتاعتك وقريت حاجة، ما تقولها له، علمه اللي انت تعرفه وممكن يكون ما يعرفوش. مامتك نفس الحكاية، كلمها على حاجة انت قريتها، كلمها على حاجة انت اتعلمتها، علمهم ما تعلم من غير خناق، من غير اي حاجة. وده هيفيدك انت في ايه؟ هيفيدك ان انت هتتعلم فن الحوار، هتعلم نفسك فن الحوار. وبدل ما تستنى ان انت تطلع للدنيا وتتعامل مع ناس غرب، ابتدي بالناس القريبين كأنهم فئران تجارب. اتعامل مع الاسرة بتاعتك والناس المحيطين بيك على انهم فئران تجارب. انا النهاردة عايزة اكلمهم عن حاجة معينة. تكلم اختك، تكلم اخوك، تكلم باباك، مامتك. امتى؟ احنا بنقعدش مع بعض، يمكن على الاكل، يمكن وانتوا قاعدين بتتفرجوا على التلفزيون. لا بحبش اتفرج على التلفزيون معاهم. حط لنفسك كده جدول، انا هطلع النهاردة هدي لنفسي 10 دقايق بس. ايه 10 دقايق؟ استغنى عن 10 دقايق من حياتي عشان اديها لناس انا قرفان اساسا منهم؟ لان بكرة ممكن تكون مجبر انك تكون في مكان مع ناس انت قرفان منهم، ومع ذلك لازم تتواصل معاهم. فابتدي باللي حواليك، تواصل معاهم وتكلم معاهم وخد وهات معاهم. مزعجين؟ عارفة، اصل البشر كلهم على فكرة مزعجين، مش هما بس، وانت بنفسك كمان، انت نفسك كمان مزعج برضو، زي ما الاخرين مزعجين انت حضرتك برضو كمان مزعج. فتفاعل مع البيئة اللي حواليك وتفاعل مع الناس اللي حواليك. ده بقى يدخلني في النقطة الثالثة. هو حضرتك فعلا فاهم نفسك؟ عارف صفاتك؟ عارف شكلك ايه لما بتزعق؟ عارف هيئتك شكلها ايه وانت بتتكلم بجدية؟ طيب تقدر تقيم هل الهزار بتاعك ده هزار كويس ولا هزار سخيف وانت فاكر نفسك دمك خفيف؟ في ناس كتير قوي 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 عندهم انفصال عن واقعهم الشخصي، مش شايف نفسه، بيتعامل بصراحة زي الحيوان اللي احتياجاته بدائية، انه عايز ياكل ويشرب وشوية بلاجرز، حاجات كده تمتعه وفن وخلاص. لكن اقف كده اتكلم وشوف نفسك بتتكلم ازاي، طريقة كلامك شكلها ايه. هل انت عارف فعلا الحاجة اللي انت بتحبها؟ هل انت عارف انت عايز ايه؟ لا انا مش عارف انا عايز ايه، اعمل ايه؟ جرب، جرب حاجات مختلفة، جرب امور مختلفة لغاية ما توصل للشيء اللي انت فعلا عايز تعمله.
ومش شرط ان لما تجرب حاجة يبقى لازم تستمر فيها، جربها يمكن تلاقي ان لا دي شيء مش ممتع وانا مش عايزه وانا مش محتاجه، خلاص مفيش مشكلة نخش في حاجة تانية، نجرب حاجة تانية. كان في فترة من الفترات شاب بيكلمني وبيقولي انا عايز اطلع صحفي، قلت له انت كتبت حاجة؟ قال لي لا. قلت له طب ما تدي لنفسك بعض التاسكس كده بينك وبين نفسك، هو ما كانش بيدرس صحافة وما كانش في كلية اعلام، ان انت تكتب مع موضوع معين عن حاجة معينة وتقراها، وممكن تخلي حد تاني كمان من اصحابك او المحيطين بيك يقروها ويشوفوا تمكنك من ان انت تكتب وتقول وتعبر عن فكرة معينة وتقيمها. اما انا بكتب، اصلي كنت بكتب على الفيسبوك حاجات وكانوا الناس بتعمل لي لايك، طيب خد بقى اللي انت بتكتبه على الفيسبوك ده واعمله بشكل مقال، اكتبه بلغة عربية وشوف الفكرة وشوف هتعملها ازاي. فجرب. بعد شوية قال لي انا بحب التصوير. قلت له بتحب تصوير ايه؟ تصوير الطبيعة ولا تصوير الناس ولا تصوير حاجة فيها حركة ولا تصوير ايه بالظبط؟ اقرأ شوية وشوف انت عايز تصور ايه. وفعلا ابتدى يجرب لغاية اما ابتدى يقرر على الحاجة اللي هو بيحبها اكتر عشان يكمل فيها. فاعرف نفسك، ادي نفسك فرصة انك تراقب نفسك، تراقب نفسك في المواقف المختلفة وتراقب ردود افعال الاخرين لافعالك. احنا دايما بنفكر في الناس بتعاملني كده، احيانا المعاملة دي بتكون مجرد رد فعل، ورد الفعل ده ممكن يكون لملامحك، شكلك شكله ايه، لو بصيت لحد مكشر ما هو كمان هيكشر لك، ما هو انت ما تكشرش في وشي وانا هضحك لك. فشوف انت بتعمل ايه الاول عشان تجني رد الفعل ده، وتبتدي تفهم نفسك وتعرف ايه اللي بيحفزك، وشوية شوية لما تعرف نفسك وتعرف ايه اللي بيحفزك هتبتدي ترتب حياتك حوالين اكتر حاجة بتريحك وبتحفزك. بس لازم تعمل الجهد الاول ان انت تعرف نفسك الاول. ده يدخلني في النقطة الرابعة. عارفين الكلاشيه اللي هو حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب؟ الكلاشيهات دي ليه احنا بنعتبرها كلاشيه وكلمة كده خاوية ملهاش معنى؟ لان احنا بناخد الكلمة دي بس ما بنفكرش ازاي نحطها في حيز التطبيق. اكيد انت بتعمل حاجات على مدار يومك، بتذاكر في اخر السنة، يا سيدي مش هقول ان انت ما بتذاكرش، او طول الوقت على رأيي في المسرحية نازل مدح نازل مدح. ايه اللي انت بتعمله على مدار اليوم؟ بصحى من النوم، يا غسلت وشي ما غسلتوش، يا غسلت اسناني ما غسلتهاش، يا قمت لعبت جيمز، يا قمت عملت كذا، اكلت مش عارف ايه. سجل على مدار يومك بتعمل ايه، وشوف الحاجات اللي انت بتعملها هل ليها معنى ولا ملهاش معنى. مش ممكن البشر هيقضوا حياتهم كلها في عمل حاجات ملهاش معنى، والوضع اللي انت فيه ده مش هيستمر على طول، البيت اللي انت فيه ده مش هيفضل زي ما هو على طول، الأسرة اللي انت فيها دي مش هتفضل زي ما هي على طول، هيجي في لحظة تتبدل الحياة وتتغير. فهل اللي انت بتعمله دلوقتي له معنى؟ له قيمة حقيقية؟ طب ازاي بقى ازود الحاجات اللي ليها معنى في حياتي؟ انا بحب الدندنة وكان نفسي اتعلم، انزل اشتري لك ارخص جيتار ولا ارخص عود ولا ارخص اي حاجة، ودور على حاجة على اليوتيوب ودندن، وحب دندنتك وحسنها،
عشان لما بتحب، لما بنحب حاجة بنحافظ عليها، فلما بنحب عمل ما بنحافظ عليه. النقطة الخامسة هو ان عبر عن اللي بيضايقك، ما تسيبش اللي بيضايقك جواك. بس النقطة هنا بقى، انت بتعبر عن اللي بيضايقك ده ازاي؟ اسهل حاجة عندنا في شعوبنا الشرق اوسطية الجعجعة والصوت العالي. عارفين ليه احنا بنتخانق ونزعق ونعلي صوتنا؟ عارف ليه انت بتتخانق وتعلي صوتك على باباك وعلى مامتك؟ ده مش عشان انت قوي، ده بالعكس عشان انت ضعيف قوي. انت عارف انت ليه بتشتم؟ مش عشان انت شاطر في الشتايم، ده عشان انت خايب في الكلام. الشخص اللي بيشتم، الشخص اللي بيعلي صوته، الشخص اللي بيجعجع كتير، ده شخص مش قادر يرتب افكاره في كلام مرتب، ينتقد اللي حواليه ويقول لهم على الفكرة اللي في دماغه بدون ما يحط شتيمة، لانه مش لاقي كلمة تانية غير السباب والكلام القبيح. انت دلوقتي لما تقول اصل الحكومة بنت كذا وكذا وكذا، ماشي، حسنت الحكومة؟ حسنت باباك؟ حسنت مامتك؟ غيرت اي حاجة؟ ما غيرتش اي حاجة، ما غيرتش اي حاجة. ولكن لو فكرت في المشكلة وقلت انا لو في مكان مسؤول من المسؤولين دول كنت عملت كذا وكذا وكذا وكذا. عارفين زي بالظبط ايه؟ زي اللي بيتفرج على ماتش كورة وبيشوف اللاعبين العالميين، تخيل بقى رونالدو وديفيد بيكام ومحمد صلاح والناس دي كلها، ويشوف الماتش وتلاقيه بيشتم اللعيبه دول، يا ابني مش عارف ايه، ايه اللي انت عملته ده، ايه اللي انت سويته ده. ده مش معناه ان انت قوي ولا معناه ان انت كويس، وان انت لو نزلت الملعب مكانه مش هتعرف ربع تعمل الربع اللي بيعمله ده، وان قيمتك كلاعب لا تساوي هو اللي بيلعب وبياخد الملايين حتى لو لعبها وحش. اوحش لعبة بيلعبها هذا اللاعب احسن من مليون افضل لعبة انت بتعملها، بس انت مش قادر تعبر عن ده، فبتعبر بالسباب والكلام القبيح والشتيمة وقلة الادب. فعبر عن اللي بيضايقك بس بشكل بقى مختلف، بدل ما تقول اصل ابويا ده فيه وكذا 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 وكذا، فكر كده، لو ابويا ده شخص مهم مثلا حياتي في ايده وعايز اتكلم معاه واشرح له وجهة نظري، ايه نوعية الكلمات اللي هستخدمها؟ مش هقول له لا اصل انت مش فاهم، او لا اصل حضرتك مش فاهم، انت كده مغيرتش حاجة. هقول له مش ربما في امر تاني، هل مثلا فكرت انك تفكر في كذا، هل ربما الموقف ده يكون له بعد تاني كذا وكذا وكذا. قلت اللي انا عايزه وعبرت عن اللي انا عايزه وطلبت اللي انا عايزه بس بطريقة بناءة، هتلاقي ردود افعال الناس اللي حواليك مختلفة، وتعامل الناس معاك اختلف، وده هينعكس على كل حاجة في حياتك. ده بقى يدخلني لآخر نقطة، وانا بصراحة خليتها آخر نقطة لانها اهم نقطة. حضرتك مدمن، ربما ما تكونش مدمن مخدرات، ربما ما تكونش مدمن حشيش ولا ماريوانا، ولا حتى ممكن تكون مدمن سجاير. انا مقتنعة تماما ان اللي بيدخنوا مدمنين، بما فيهم ناس قرايبي وناس قريبين مني مدمنين. لكن في نوع تاني من الادمان، هو الادمان السلوكي. شوف انت بتقضي وقت تعمل ايه، شوف نوعية الفيديوهات اللي بتتفرج عليها، مش يمكن كده حاجات اباحية وحاجات وحشة وكلام مش حلو وصور والكلام ده. في فترة من الفترات على فكرة، والإدمان السلوكي ده ممكن يكون للبنات والولاد والستات والرجالة،
وكل واحد فينا بلا استثناء ولا استثني حد حتى انا لينا نوع من انواع الادمان السلوكي. الست اللي بتقعد تتكلم في التليفون بالساعات ده ادمان سلوكي. اعرف سيدة طول الوقت طول النهار وهي بتطبخ وهي بتحشي محشي وهي قاعده وهي رايحه وهي جايه طول النهار تتكلم في التليفون وتكلم ده وتكلم دي وتتصل بده وتتصل بدي وتخلص تليفون لتليفون تليفون لتليفون ومبتبطلش كلام ولا رغي. ده ادمان سلوكي. اللي الستات والبنات او الرجال اللي بيقعدوا يتفرجوا على فترات طويله على التلفزيون ده ادمان سلوكي. بابجي اللي حضرتك بتقعد تلعبها بالساعات ده ادمان سلوكي. الافلام الوحشه اللي بتدور عليها وبتقعد تتفرج عليها وتخلص فيلم ورا فيلم فيلم ورا فيلم ده ادمان سلوكي. في ناس ادمنت سلوكيات ربما تكون سلوكيات كويسة. كان في تيك توك سيدة بتتكلم على الإدمان السلوكي بتاعها، تخيلوا كان إيه؟ المشي. المشي وعدد الخطوات. She became obsessed بالnumber of steps. بقت مهووسة بعدد الخطوات اللي بتاخدها في اليوم، فبقت على طول هي حاطه البيدوميتر اللي هو اللي بيعد الخطوات، وبقت على طول ماشيه راحه جايه راحه جايه. وكل ما تصل زي مثلا النهارده عملت 5000 خطوه، بكره عايزه تعمل 6، بعده عايزه تعمل 7، وبعدين وصلت لل 10000، وبعدين وصلت لل 20، وصلت لل 30، وهكذا. ده انت ممكن تفكر ايه يعني، ايه المشكلة ان هي تمشي وتحط الخطوات دي؟ ده اثر على حياتها جدا جدا جدا. بقت ما تقدرش تقف، ما تقدرش تقعد. لو قعدت عشان تاكل بتبقى متضايقة، حاسة ان القعدة بتاعتها دي ده بياخد فرصة هايلة انها تروح تعمل لها 10 20 خطوة، انها تقف تاكل. كان عندها بيبيهات، انها تقف تاكل الولاد بتوعها او تقعد جنبهم تاكلهم او تلعب معاهم. فتخيلوا الشراء، حمى الشراء والناس اللي بتصرف وبتشتري حاجات ملهاش اي لازمه ده ادمان سلوكي. الناس اللي بتكنز حاجات كراتين وعلب ومش عارف ايه ده ادمان سلوكي. اغلب الشباب دلوقتي عندهم 3 أنواع من الإدمانات السلوكية. إدمان سلوكي في الكلام مع البنات، وتلاقيه عنده كذا بنت، بيتشات مع دي ويتشات مع دي ويتكلم مع دي ويتكلم مع دي، ويبقى طول النهار يا إما بيكتب لهم رسائل يا إما على التليفون بيتكلموا مع بعض، مش على التليفون العادي، على واتساب على فايبر على أي حاجة من الحاجات دي. النوع التاني هو الجيمز. في شباب بيقضوا بالسبعة والثمن واحيانا بيصلوا الاثناشر ساعة يلعبوا جيمز. النوع الثالث هو الافلام الاباحية الوحشة، ممكن يقعد برضو بالساعات يتفرج على حاجات زي كده. انا مش هتكلم على حلال وحرام والكلام ده، انا سايباه للمشايخ. انا هتكلم على تأثير الادمانات دي، على انواع الادمان ده على قدراتك العقلية. حضرتك بتخرب مخك، حضرتك بتزداد غباء، بعد شوية هتطول ودانك زي الحمار، ولو ان الحمار مش غبي. الادمان السلوكي ليه هو ادمان سلوكي، وليه بقى فيه علم نفس، مجال من علم النفس كامل بيدرس ده؟ يعني ايه ادمان؟ الإدمان بيكون لمادة مش لفعل. إمتى الفعل يكون إدمان؟ لما هذا الفعل يساعدك على أن أنت تفرز مادة معينة. جسمنا سبحان الله ربنا خلقه قادر على أنه يفرز كل حاجة محتاجها. لو معدتنا دي تخيلناها كده حلة فيها الحامض بتاع المعدة، لو حضرتك حطيت إيدك فيها
هتطلع من غير صوابع. ربنا سبحانه وتعالى حط في معدتنا سائل قوي فظيع يهضم اي حاجه، حط في انحاء جسمنا غدد بتفرز هرمونز بتخليك راجل، وهرمونز تانية بتخلي اختك بنت. حط فينا برضو اجهزة بتفرز ما يسمى بهرمونات السعادة او بمسكنات. تبص تلاقيك اتخبطت خبطه واي اي اي اتوجعت والم شديد جدا جدا، بعد شويه تبص تلاقيها بتوجع اكتر. ايه ده؟ ازاي؟ عشان كانت الخبطه الاولانيه جسمك فرز حاجات سكنت الالم شويه. اي ماده من المواد دي اللي بيفرزها جسمنا ممكن ندمنها، فتبتدي تدمن الفعل اللي بيهيئ جسمك لإفراز المادة دي. في فترة من الفترات كنت بقرأ عن الناس اللي بيقطعوا نفسهم. أنا استغربت جدا جدا إزاي شخص يكون تعيس ويمسك حاجة ويعور نفسه ويقطع نفسه أو يعمل حاجة زي كده. فاكتشفت ان من القرايات والابحاث اللي العلماء عملوها انه بيعمل البين ده لان جسمه بيفرز حاجة بتسكن له البين شوية، فكأنه بينقل تركيزه من ألم لنوعية مختلفة من الألم. انت برضو بتخدر نفسك بالساعات الطويلة اللي بتلعبها على ببجي دي والجيمز التانية، وتبتدي مبسوط وفرحان بالإنجاز الكاذب اللي بتحققه، الإنجاز اللي ملوش أي معنى، اللي هو أنا حققت سكور، أنا دخلت أنا وصحابي وأنا دخلت الجيم وشفتها وينزلونا كده وبنقعد بقى نحارب ونسيرفايف ومش نسيرفايف، في أدفنشر، في مغامرة، في شجاعة، في تواصل، في بتكلموا بعض وابن مش عارف ايه ده اضربه ده اعمله ده كذا ده كذا ده كذا. جسمك او مخك بقى مش قادر يفرق ما بين الحقيقة والخيال، فانت عايش في عالم افتراضي وفاكر نفسك انك انت الواد الجدع. تخيل نفسك فعليا نازل في الحرب دي، هتتصفى من اول 5 دقايق، ده لو فعلا الكلام ده حقيقي. انت لا تملك المهارات ولا قدرات ولا اي حاجة، انت كل مهارتك انك بقيت بتعرف تلعب الكنترولرز بتاعت الجيمز كويس، بتاعت الجيم كويس. فراقب ادمانك السلوكي، لان كل الادمانات دي للأسف بتصيبنا بالاكتئاب، لان اول ما بيحصل خلل في كيميائية جسمنا ومخنا بندخل في حالة نفسية. فامسك كده ورقة وقلم، او ما تمسكش ورقة وقلم، مع نفسك كده وراقب، شوف انت بتقعد تلعب الجيمز دي كام ساعة، واسأل نفسك سؤال: اللي انا بعمله النهاردة ده بعد 20 سنة هيكون تأثيره ايه عليا؟ وده سؤال انا علمت ولادي، وعلمت بقى الشاب الجميل اللي انا كنت بكلمه دوا انه يسألوه في كل حاجة بيعملوها، في كل لحظة من لحظات اللي انت بتقدم على عمل ما، حتى لو عمل هايف. انا قاعد اكل، نعم، وانا قاعد اكل هقول لنفسي ده هيأثر عليا بعد 20 سنة ازاي؟ بص كده للطبق بتاعك وقول: الاكل اللي انا شايفه قدامي ده هيزود صحتي ولا هيقلل صحتي؟ انا دلوقتي شاب واقدر اهضم الزلط والكلام ده، لكن بعد 20 سنة لو فضل هو ده اكلي هوصل لايه؟ وانت رايح الجيم عشان تحفز نفسك ان انت تروح الجيم،
انت عايز تبقى الواد العضلات، ولما تمشي في الشارع البنات عارفين افلام توم اند جيري لما يطلع له كده قلبين ويقعد بوبو 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 بوبو، وتبقى البنات كده نظرة يا ابو عبده. يعني ده التأثير الإيميديت، ده التأثير اللي على طول دلوقتي، لكن تأثير بعد 10 سنين بعد 20 سنة هيكون ايه؟ ده هيحافظ على صحتي. قبل ما تروح تاخد حقنة استرويد عشان تكبر العضلات بتاعتك، روح كده دور بعد 20 سنة تأثير حقنة الاسترويد دي هتكون ايه عليا، وانت قاعد بتلعب الجيم دي الساعة اللي انت قاعدها 2 3 4 5، قول بعد 20 سنة ايه يا ترى هيكون وضعي، يا ترى حياتي هيكون شكلها ايه، يا ترى اللحظة دي النهاردة انا مثلا 12/7/2020 الساعة 1 الظهر كنت بعمل كذا، ايه تأثير اللحظة دي عليا بعد 20 سنة؟ لو فكرت كده ودربت نفسك وتعلمت ان انت تعمل لنفسك الاختبار الصغير ده، هتكتشف ان في حاجات كتير قوي 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 مش هتفيدك، وما ينفعش ان انت تضيع فيها وقتك، وانت اللي هتاخد القرار. لا انا عندي حاجات احسن بكتير من الهبل ده وان انا اضيع فيه وقتي. ارجو اني ما اكونش طولت عليكم، ولو ان انا عارفه انا طولت عليكم لاني بتناول اكتر من نقطه، لان ما ينفعش اتكلم على نقطه واحده بس واسيبها كده وخلاص. الست نقاط دول والست خطوات دول جربوا كده تعملوهم، جربوا تمشوا فيهم واحده واحده، وهتلاقوا حياتكم اتحسنت كتير، وهتلاقيك خرجت شويه شويه من حاله الاحباط واليأس والدنيا ضلمه والقرف اللي انت فيه ده. انا عارفه ان اللي انا بقوله ربما في لحظة تحس ده كلام ملوش معنى، وفي لحظة تحس انه كلام بتكرر، وفي لحظة تحس انه كلام بعيد عن الواقع، لكن ادي نفسك فرصة كده تفكر فيه، ادي نفسك فرصة انك تسمعه تاني، مش لازم تسمع الفيديو كله مرة واحدة، اسمعه حتة حتة، وبينك وبين نفسك محدش هيتعامل معاك، محدش يعني سوري محدش رقيب عليك، محدش هيقول لك هيجبرك على حاجة، انت قيم نفسك بنفسك. لو عجبكم الفيديو وحسيتوا ان فيه فايدة، ياريت تبعتوه لشخص تاني في حياتكم تحسوا انه محتاج يسمع الكلام ده، وما تبخلوش وما تقولوش انه مش هيعمل حاجة، ربما في يوم من الايام يقرر انه يسمع الكلام اللي في الفيديو ده وياخد اكشن. الحاجة التانية كمان، ان لو انتوا مريتوا بالتجربة دي، لو مريتوا بفترة كان عندكم فيها احباط ويأس واحساس بالغربة والدنيا ضلمة وان انا مش قابل الناس اللي حواليا وكرهك يا زماني ويا مكاني وعايز اعيش في كوكب تاني والكلام ده كله، وخرجتوا من الموقف ده، قولولي ايه اللي ساعدكم ان انتوا تخرجوا من الموقف ده. ربما الخطوات دي تنفع لشخص ما تنفعش لشخص اخر، ولكن الاقتراح اللي هتكتبوه يفيد هذا الشخص اللي ملقاش ضلته في الكلام اللي انا بقوله. طولت عليكم، اسيبكم بقى ونروح نشوف احوالنا، اشوفكم بكرة ان شاء الله.